نظمت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني قافلة طبية شاملة بقرية دندرة التابعة لمحافظة قنا، وشملت القافلة كافة التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان للأسر الأولى بالرعاية. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني قافلة طبية شاملة بقرية دندرة بمحافظة قنا بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. النهارده بصدد تنفيذ القافلة رقم 56 لسنة 24 للتحالف الوطني بالتعاون مع التحالف الوطني كعضوية للمؤسسة بقرية الجبيل بدندرة مركز قنا. معانا تخصصات العيون والبطنة وأنف وأذن وحنجرة والجلدية، معانا العظام، موفرة النظارات للكبار والصغار، إضافة إلى العمليات وعمل التحاليل بالتوازي مع مشروع أطفال أصحاء اللي بنستهدف فيه الكشف على الأطفال من سن حديث الولادة لغاية 15 سنة. النهاردة في كشوفات متعددة، منها رمد، باطنة، أنف أذن، جلدية، في نظارات. عضو في التحالف الوطني، النهاردة كشوفات النهاردة كلها بالمجان. القافلة شملت كافة التخصصات الطبية مع صرف العلاج بالمجان للأسر الأولى بالرعاية وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات ومراكز الجراحة لإجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة. أنا جيت النهاردة كشفت باطنة وحللت سكر وخدت الأدوية بالمجان، ودي مش أول مرة، دي المرة الثانية الحمد لله والشكر لله، يعني كل علاج بيجي ويجيب نتيجة معانا. سمحت على قافلة التحالف الوطني، وألف شكر مؤسسة راعي مصر إن على التعب اللي بتوصلوا معانا، إن جات لنا القرية وكنت بلف وأروح المحافظة عشان أكشف لبنتي، كنت بتعب جدا في المواصلات وتعبت جدا في المستشفيات والمواصلات، فهنا وفروا لي كل حاجة وألف شكر للدكاترة. تم الكشف والتوقيع على جميع المواطنين بالمجان. جهود كبيرة يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، فضلا عن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.